بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل ابو الرحمن، والنجم احمد بلال. كابتن اهلا بيك كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على المباراه وعلى الاداء، اداء متميز جدا. صحيح. وهارد لك لنادي انبي. كابتن ايمن، في البدايه المباراه من غير الفار. احنا قلنا الفار في دور 16 ودور الثمانيه مش هيبقى موجود. ليه يا كابتن؟ ليه ديت؟ لان الاتحاد الكره هو هنا تكلفه الفار، انت عارف هو مش عاوز، الاتحاد الكره قال ان الانديه تشيل او تتحمل المبالغ بتاعه الفار. كابتن ده احنا شفنا امبارح ضربه جزاء وهميه في ماتش بيراميدز وسموحه، وهميه بالظبط. وهنا النهارده عندنا مفاجاه على فكره. طبعا في المباراه. طبعا. واحنا مش عشان خاطر النادي الاهلي كسب بنتكلم، ولكن خلينا بس ما نسبقش الاحداث، ولكن احنا بنقول المباراه دي كابتن عادل من غير الفار، والمباراه اللي جايه كمان في دور الثمانيه هتبقى من غير الفار، بس بنوضح ان في خطوره ان هذه المباراه تتلعب من غير فار. لا، في خطوره على التحكيم، وهنشوف من خلال الحالات ونحكي ونشوف اداء الحكام النهارده كابتن شريف. نروح لحكم المباراه النهارده المتميز دايما محمود البنا. بامانه النهارده كان متميز جدا جدا. كل القرارات النهارده اللي خدها في المباراه على الرغم ان الفار مش موجوده، لكن النهارده البنا زي ما قلنا من الحكام المتميزين اللي بيشتغلوا على نفسهم كويس. كابتن عادل معانا ايضا المتميز حكم كبير، حكم كاس عالم، فكره الحكم الوحيد اللي رايح كاس عالم كابتن ايمن من عندنا الكابتن محمود ابو رجال، ونقول له الف مبروك من خلال قناه النادي الاهلي، وحكم مساعد متميز بنبارك له على كاس العالم. عندنا ايضا احمد توفيق المساعد رقم 2، ومجدي خاطر الحكم الرابع. سريعا نروح للحالات، لان احنا عندنا حالات هنقف شويه كابتن احمد، دي حالات توضيحيه تعليميه للكل. يلا خلينا نشوف الحاله اللي جايه، ونشوف هنا التمركز للحكم، تمركز ولا اروع. شوف هنا استخدام المرفق، وحاله من الحالات اللي هي لم يتردد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح، احتساب المخالفه. وهنا شوف هنا الايد هنا رايحه فين يا كابتن ايمن؟ هنا رايحه في الوجه بالظبط مع محمد شريف، وبالتالي هنا المخالفه تستحق البطاقه، لان الضربه مش بقوه قوي، مش بالكوع، ولكن هي بال تستحق البطاقه الصفراء طبعا. البطاقه الصفراء. وهنا بطاقه صفراء صحيحه، بحيي فيها حكم المباراه محمود البنا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا البنا قريب جدا 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 جدا، ونشوف الحاله هنا هل في مخالفه كابتن علاء ولا ما فيش مخالفه؟ لا. خلي بالك، بنقول يعني في النادي الاهلي بنقول دايما هنا هذه الحاله نشوف البنا كان رحيم جدا جدا بعدم اشهار البطاقه الصفراء، لان هنا ده تحايل واضح جدا جدا من اللاعب النادي الاهلي. هنا هو عمل الكرة وراح ناحيه الشمال، وهو عمل سقوط هو من غير ما حد ابدا يجي. بنا عنده اداره، خلي بالك هو هنا ما حبش يأزم، وهنا دايما بنقول للحكام ما تأزمش طالما يعني الامور ممكن تمشي، وهنا الامور هنا هو خلى اللعبه تواصل وما اداش البطاقه الصفراء. يلا الحاله اللي جايه، شوف التوقع والقراءه الجيده لحكم المباراه. قعد مستني 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 عشان يدي اريحيه لأليو ديانج هو رايح بالكره، ولكن هنا في مخالفه في البدايه، في تعطيل بالايد يا كابتن. صح، في تعطيل بالايد هنا، هو سمح باستمرار اللعب وقال يمكن أليو ديانج يعدي، وفعلا هو رجع تاني وراح حاسب المخالفه واشهر بطاقة الصفر. حاله من الحالات المهمه ايضا، ودي بتدل على قراءه الحكم لهذه الحاله. هنا الايد، وهنا الدفع، وهنا الشد، وكل حاجه موجوده. لم يستفيد أليو ديانج من الفرصه، وبالتالي رجع البنا وادي المخالفه، وده القانون اللي بيقوله ما حدش بيقوله، واحنا بنشتغل بالمعايير الحكم بيرتاح. يلا نروح للحاله اللي بعد كده. تمام، نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا للحكم الدولي المساعد المتميز ابو رجال. الكل يتوقع او يعني كان يعني فاكر ان دي تسلل، ولكن هنا بنشوف هنا لاعب النادي الاهلي هناك اكرم هناك في البعيد مغطي، وبالتالي هنا قرار هايل 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 محمود ابو رجال، بحييك ان عملت استمرار وما اشرتش على التسلل. مظبوط، وكانت ممكن هنا نشوف هنا كانت ممكن تبقى هدف، وكان هيبقى هدف صحيح. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي بعد كده اللي جايه، حاله من الحالات المهمة. البعض هنا بنشوف قمه التركيز من المدافع. خلي بالك كابتن علاء، هنا بحيي بدر بنون جدا جدا جدا. خلي بالك لو الرجل هنا ما راحتش في الكره
ونجح في لعب الكره خلاص هنا حاجه من الاثنين، ينجح ولعب يحسب ركله جزاء. وبالتالي انا بحيي بدر بنون، هو نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا البنا قرار هايل جدا باحتساب الركنيه، ولا توجد ابدا اي مخالفه على لاعب الاهلي بدر بنون، وهنا نجح في لعب الكره. الحاله اللي جايه الكثير والكثير طالعين يقولوا ان هنا وهناك ركله جزاء لامبي. تعالى يا كابتن اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. هو اللي جاي ياخد ايد علي معلول. هنقف ستوب. لا ده ارجع تاني. نرجع تاني من فضلك معلش عشان دي لعبه مهمه، انا عندنا لاعبين مهمين جدا ممكن هم يعني افضل عيد. شوف الايد رايحه فين؟ الايد بتاع لاعب ايه يا كابتن؟ راح لايمن. قبليهم. هو هنا لاعب ايه بيعمل ايه؟ هو مش هيقدر يتواصل ويروح للكره يا كابتن. ان في اثنين قافلين. بالظبط. وبالتالي حط دراعه. بالظبط. وان هو عمل سكوت يعني ربما الحكم هنا يعني الصوره تخدعه ويحسب ركله جزاء، انا شايف ان هنا لا توجد ركله جزاء ابدا، وهنا احتكاك بدني عادي، والايد هنا كانت طالعه من لاعب انبي، واللعبه واضحه طبعا، هنا نشوف الايد في الايد، وهنا احتكاك بدني عادل، وبالتالي هنا لا توجد ركله جزاء للاعب انبي. هذه حاله من الحالات المهمه جدا جدا لمحمود البنا في هذه المباراه.